ويوم ما فدوى فدوى قيامر وفوق قشوة، كل القشاوي حمضت قشوتنا ظلت حلوة. ويا البنات ويا البنات ريقهن سكر نبات، بنات أحلى ماسك تستخدموه كل حياتكم، تقشير وتفتيح ويوخر هاي الخطوط المنانة والثمار المنة وكل شي وكلاشي، بس أهم شي الاستمرارية عليه بالأسبوع مرة واحدة لمدة نص ساعة. أول ما تخليه يكون القوام مالته سائل، تحركيه بهاي الطريقة لمدة دقيقتين وتتركينه على البشرة ينشف نص ساعة وغسليه وشوفي النتيجة. خاشوقة أكل شكر، خاشوقة أكل حليب، وخاشوقة أكل ما دا تطلع قهوة. أنا أعجنهم بليمون، واللي بشرتها حساسة تخلي مي عادي. هذا القوام مالته هيك يكون.